جرائم وانتهاكات متواصلة يرتكبها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية في المناطق السورية المحتلة دون تحرك دولي لإيقاف تلك الممارسات التي خرقت جميع المواثيق الدولية. جريمة الخطف هي أبرز الممارسات المرتكبة من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له في المناطق المحتلة وخاصة منطقة عفرين. مصادر محلية في عفرين المحتلة أفادت باختطاف الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال طفلاً من أهالي قرية باسوطة بهدف ابتزاز ذويه وتحصيل الفدى المالية، فيما لا يزال مصيره مجهولاً. وفي ريف حلب الشمالي أقدم إرهابي ما يعرف بالشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي على اختطاف مدني من عفرين يعمل في مجال المساعدات الإنسانية بتهم وذراء عواهية هدفها بحسب مصادر مطلعة ترهيب السكان الأصليين. من جهة أخرى عمدت الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي على اختطاف حارس مخبز في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأوضحت المصادر بأن عناصر ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال اختطفت حارس أحد أفران الخبز بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح دون معرفة الأسباب. هذا وتشهد المناطق السورية المحتلة من قبل النظام التركي وفصائله الإرهابية انتهاكات شبه يومية بحق السكان الأصليين، وذلك بهدف ترهيبهم وتهجيرهم من مناطقهم في سياسة ممنهجة للتغيير الديموغرافي بحسب ما تؤكده تقارير حقوقية.